تمكنت الفرق الجمركية عبر إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار مع الأجهزة الأمنية إلى إحباط 7 عمليات تهريب أسفرت على حد أكثر من 1144 كيلوغراما من الكيف المعالج وما يقارب 18,000 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابارين مع توقيف 4 أشخاص وإحالتهم على الجهة القضائية المختصة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.